نستمر في الحلقات البسيطة التعريفية عن الصحة العامة، علاقة ما بين الدين ووباء الكورونا. تكلمنا الأسبوع الفات عن الوضوء العادي اللي احنا بنتوضأه كل يوم 5 مرات. اليوم هنتكلم عن وضوء محبب. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا اننا نعمله قبل النوم. ليه بنتوضأ قبل ما ننام؟ لاننا بنحاول كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم اننا نزيل كل القاذورات وكل الجراثيم اللي على الوجه وعلى الرأس وعلى اليدين والكفين وكذلك الرجلين قبل ما نخش في الفراش، وتنتقل مثل هذه الجراثيم او مثل هذه القاذورات الى السرير. ايضا الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا ايضا الوضوء قبل الجماع لكي يكون الانسان نظيف، يديه نظيفتين، رجليه نظيفتين، وجهه، لكي لا تنتقل هذه الجراثيم من الزوج الى الزوجة او من الزوجة الى الزوج. فكل هذه الاشياء في الصحة العامة بتعلمنا كيف نكون اناس على طهارة وعلى نظافة، ونقاتل او نحارب الجراثيم في كل مكان وفي كل زمان، ونحارب القذارة في كل زمان وفي كل زمان.